بوكس تي في، عيش الخبر أينما كنت. ويستمر الاستهداف الاحتلالي للأغوار الفلسطينية هنا في خربة علان غرب الجفتلك. الأهالي ممنوعون بتاتا من البناء. الكثير من المنازل هنا أنذرت بالهدم من قبل ما تسمى لجنة التنظيم الإسرائيلية، فيما يعيش الأهالي ظروفا بالغة الصعوبة بفقدانهم أقل مقومات الحياة. لما نبني بنيان جديد ما بتفاجأ إلا والتنظيم الإسرائيلي جاي معطيك إخطار الهدم، وأحيانا بتم الهدم يعني مباشرة. ورغم أن المنطقة يفترض أن تشكل مصدرا للزراعة، إلا أنها بدت صحراء قاحلة بحاجة لمن يدعمها، فحول الاحتلال أكثر من 70% من أراضي الأغوار إلى مناطق عسكرية لتدريب قواته، فيما يضطر المقيمون فيها إلى السير عشرات الكيلومترات للبحث عن الكلاء والماء. كل بني آدم يعني الناس بتتكاثر بشكل سريع يعني، وبدهم يعني يتوسعوا في المساكن، فكل بني آدم بيفكر إنه يتوسع، فما بتوقع إنه الجب واقف فوق راسه، فبيبني غرفة بلاحظ إنه جرافة جاي وهدمت له إياها، أو بلاحظ إنه في تبليغ بالهدم في يوم من الأيام إنهم يجي يهدموا له. تقرير أصدره مركز معلومات الجدار والاستيطان بيّن أن أكثر من 20 عملية هدم تمت في المنطقة، منها عدد من البراكسات. ورغم عمليات التضامن والمشاريع التي تحاول بعض الجهات تقديمها، غير أن ذلك لا يغير من الواقع الكثير. ساعتها عندنا 3 غرف سكنية تم أنه أعطاهن تبليغ للهدم، لحتى الآن الموضوع يعني غير موقف وسار المفعول بأنه أي لحظة يجوا يهدوهن. ويقول الأهالي بأن الظروف المعيشية تزداد سوءا، بخاصة مع تزايد السكان وقلة الخدمات العامة وبخاصة الصحية، حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مركز صحي أو مستوصف. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.